قلنا قبل قليل إن الإنسان عرف طبيعة الهلع ووازنها أدت إلى نتائج ماذا؟ مستقيمة. لكن ماذا لو لم يعرفها ولم يوازنها؟ ما النتاج؟ الرؤية القرآنية تحسم الأمر بشكل أكيد. البحث مهم وقيم للغاية أعزائي، والوقت طبعا لا يتسع لأن ورانا مصيبة بعد طويلة. أنا أحاول أن ألملم قدر ما أستطيع من النقاط الأساسية، يعني في تقريبا هم 5 محاور، فإحنا فقط نأخذ يمكن محورين أو 3 على أقل تقدير إن شاء الله، وتسامحونا إن شاء الله على التقصير. تعالوا معا، إن لم يوازنها الإنسان ماذا يحصل؟ القرآن الكريم يقول تنتج نتيجتان خطيرتان، مو سلبيتان عاديتان، لا، عدم معرفة طبيعة الهلع وعدم موازنتها يؤدي إلى نتيجتين خطيرتين. النتيجة الخطيرة الأولى الجزع في الشدائد. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر. في نكتة قرآنية لطيفة، لماذا لم تقل الآية إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا؟ ليش قدمت الشر على الخير، ولماذا قدمت الجزع على المنع؟ أمبيل سوف يتضح الأمر بعد قليل. انتبه جيدا، أول لازم، أول نتيجة لعدم معرفة طبيعة الهلع وعدم موازنتها هو ماذا؟ هو السقوط في الجزع في الشدائد. التفت، ما المقصود بالشدائد؟ مو الكوارث الكبيرة، لا، لأن عدم الموازنة تجعل الإنسان جزوعا من كل شيء. لما تلاحظ أناس يتعرضون لمصيبة فادحة تقول شنو صبر، وتمر على أناس شوفهم جازعين على ماذا؟ والله يعني مصيبة جدا بسيطة، فتستغرب من هذا وتستغرب من هذا، تستغرب من هذا لماذا جزع وتتعجب من هذا كيف أنه لم يجزع. إذن اللازم الأول السلبي والخطير لعدم موازنة طبيعة الهلع، أولا السقوط في هوة الجزع. هوة الجزع سلبية فردية ذاتية على الإنسان. اللازم الثاني سلبية اجتماعية، وهي ماذا؟ المنع. أن إذا مس الإنسان خير يمنع الخير عن يستأثر به، وهذا ماذا؟ سلبية ماذا؟ علاوة على أنها فردية هي سلبية ماذا؟ اجتماعية. إذن عدم الموازنة تؤدي إلى سقوط، أولا على مستوى الذات، ثانيا على مستوى ماذا؟ المجتمع والتكافل الاجتماعي. النقطة الخامسة